فرق شاسع دلوقتي ما بين الشكل البني آدم قبل ما يزرع وشكل البني آدم بعد ما زرع. زراعة الأسنان تكنولوجيا لا تقبل المقاومة. احنا دايما بنقول كده بنجري ورا التكنولوجيا بشكل مرعب. ده كله فن. دي ناس اشتغلت في الحاله دي عشان تطلع النتائج. الاستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونغرس العالمي لزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقميه. مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين. اهلا بك يا دكتور شادي. اهلا دكتور ايمن، منورنا والله. ربنا يخليك. حد معاك بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ التشخيص السليم كلمه صعبه جدا، هي حجر الزاويه والبدايه الحقيقيه للتجميل والعلاج. ما بقاش تجميل بس في عالم طب الاسنان ده دلوقتي الناس فاهمه يعني ابيض ولا اسود ولا رمادي. لا طبعا ابيض هو صح، بس الناس فاهمه كده. الناس مش فاهمه ده، ويمكن لو حبينا نفهمهم يمكن هجيب لهم حاله يعني من اقصى درجات الصعوبه. كويس. الحاله كل ناس كتيره شخصتها او حاولت تعالجها بشكل غير مظبوط، وادى وهو كان طفل مش كبير يعني حد 20 سنه و 20 سنه شباب. شاب صغير وحب ان هو من هو طفل بيحاول يعالج في اسنانه، وكل دكتور يقول له حاجه وهو فقد الامل في العلاج. فالمريض ده كان عنده فقد وراثي في احد القواطع، كان عنده القاطع الثاني بيك شيبد لاترال اللي هو شكله مدبب، فواخد مساحه صغيره جدا، وفي نفس الوقت ابتدت بقى ايه العضه تبقى مش مظبوطه، فابتدى يفتح الناب ده يرجع لورا هو والقواطع، وابتدى يبقى عنده فراغ كبير جدا ما بين القاطعين الاماميين اللي بيسموها الفلجه، والفراغ ده يعني ده كوظيفة يعني كان عندنا ثلاث مشاكل يا دكتور. اول حاجه مشكله شكل، ان شكل القاطع عامل مربع عامل زي البن تشيكلز، والقاطع الثاني شكله مدبب عامل زي الهرم. حاجه دي اول مشكله شكل. ثاني مشكله فقد في اسنان مش موجوده. ثالث مشكله اتجاه، ان في فراغات ما بين الاسنان والاسنان متحركه من مكانها. لو جيت تحل حضرتك عايز دلوقتي دي تشخيص المفروض ان هو يوجه المريض للتخصص المظبوط. فلما تيجي تحلها من وجهه نظر التركيبات حضرتك عايز تقفل المسافه دي، تقفلها هتضطر انك تكبر القاطعين دول. لو حليت تركيبات بس هتكبر القاطعين دول تخليهم كبار جدا، وهتحط القاطعين التانيين صغيرين جدا، هيبقى عندك اثنين قواطع كبار جدا واثنين قواطع صغيرين جدا، والناب راجع لورا والعضه مش مظبوطه. كويس. الفك السفلي نفس القصه، عنده القواطع صغيرة، ولو حب يكبرها هيبتدي ان هو برضو يبقى حجمهم كبير ومش متناسب في العضة ولا في الشكل مع فالمريض ده هيتوجه لفين؟ طب لو انا حبيت احلها بالتقويم، هقرب القاطعين دول جنب بعض، الزقهم في بعض، واجيب القطع ده جنبهم واحط الناب جنبهم، هيتفضل لي هنا مسافة فاضية، هجيب مكانها ناب، ففي الاخر هيبقى شكله عنده قطع كبير جدا جنبه ناب، وفي الاخر رصيتهم كلهم بس شكل المريض وحش جدا ومش عارف يضحك. طيب الحل ان تدمج التخصصات. نبتدي يشتغلوا مع بعض. ثلاثه يشتغلوا مع بعض. اوكي. الاول بتاع التقويم. التقويم يشتغل الاول. بتاع التقويم يقرب لي السنتين القاطعين دول، يقفل لي الفلجه دي. كويس. في نفس الوقت اسمه فلق السعد. ايوه. نفس يقفل لي فلق السعد ده. اقفله ده خالص. عشان نعرف ينطق حروف صح. لا، عشان نعرف نعمل كمان تصميم ابتسامه مظبوط ووظيفه مظبوطه. القاطع اللي شكله هرمي البيك شيب لاترال ده نجيبه في النص بالظبط في المسافه ما بين الناب وما بين القطع، بحيث ان احنا نقدر نكبره. ونفتح مسافه للقطع الثاني، والناب
نقربه ونعمل عضة مظبوطة الفك العلوي مع الفك السفلي، والنابل الشمال قفلناه مع اللي بعده. النابل اليمين ما قفلناهوش مع اللي بعده، ليه؟ علشان النابل الشمال حجمه أكبر من النابل اليمين، فعندي مشكلة حجم، فده برضو التخطيط، إن أنا هكبر النابل اليمين عشان يبقى قد النابل الشمال، فلازم أسيب له مسافة عشان مش هكبره على حساب القاطع بس، ما لو كبرته على حساب القاطع بس، القاطع ده هيبقى أصغر من ده. فعشان يبقى القاطعين قد بعض يبقى انا هسيب مسافه كمان. لو تلاحظ في الناحيه اليمين او الشمال بقى في الصوره ان الناب ده فيه مسافه ما بينه وما بين اللي بعده، الناحيه الثانيه ما فيش المسافه دي، ليه؟ لان الناب ده اكبر من الناب ده، فانا محتاج ان انا اسيب المسافه دي عشان لما اكبره يبقى انا كبرته شويه من اليمين وشويه من الشمال. بعد كده ينتقل لعلاج اللسه، يبتدي بتاع اللسه يمسك الليزر يشكل لي النص دايره بتاعت كل سنه بالحجم الطبيعي بتاعها. ده قبل حتى التركيبات ما يدخل. قبل التركيبات. فيبتدي يشكل النص دايره دي، وكل نص دايره ليه شكل يا دكتور ايمن. يعني النص دايره بتاع القواطع اللي في النص السنتر بتاعها جاي يمين وشمال، مش جاي في النص. النص دايره بتاع القطع اللي جنبه، النص دايره بتاعه جاي في النص بالظبط، يعني اكنه نص دايره جاي كده وجاي كده، ده التصميم الابتسامه بقى الايديال. وبعدين النص دايره جاي كده، وبعدين النص دايره بتاع الناب جاي شمال قريب لبعضه، فيديك الشكل الطبيعي بتاع اللثه. ثم بعد كده تنقله لقسم التركيبات، تبتدي يعمل له تصميم لنص اللثه هنا. شايف اللثه اللي بنتكلم عنه؟ ده اللي انا بقول لك عليه. النص دايره بتاع القواطع اللي في النص راحت يمين، نص دايره بتاع القواطع اللي في اليم اللي جنبيهم في النص بالظبط، النص دايره بتاع الناب بيبقى جاي كده وطالع لبره شويه. ففي كل لثه، كل دايره او كل قبه من قبب اللثه فوق كل سنه له شكل مختلف عن الثاني. طبعا ده في الطبيعي، في الطبيعي وفي التصميم المثالي اللي احنا بنعمله، اللي هو المفروض ان احنا عايزين نوصل له، اللي انا عايز اوصل له. اوكي، بعد كده ابتدي اصمم الاسنان بالشكل، ان انا الفراغات اللي عملها لي بتاع التقويم لما جيت حطيت فيها اسنان بقت السنان فيها سيمتريه مطلقه. اليمين زي الشمال بالظبط، القطع ده قد القطع ده، متناسب مع حجم القطع الصغير ده والقطع الصغير ده، يعني الثلاثه اليمين قد الثلاثه الشمال، وكمان في تناسق ما بين حجم القاطع الكبير والقاطع الصغير والناب. كل ده اوجدناه منين؟ من الفراغات اللي عملها لي بتاع التقويم ومن الاشكال اللي عملها لي بتاع اللثه. فاذا الكمبيوتر بيشكل طبقا اللي احنا عملناه له في التحضير عن طريق التقويم وعن طريق اللثه، نقدر نوصل للشكل الايديال ده. ان انا بقى عندي بقى الاسنان كلها مرصوصه، لثه مظبوطه، لثه مظبوطه، كل واحده رايحه في كل الفراغات اللي اتكلمنا عنها او المسافات اللي سبناها من ايام التقويم بالظبط. انا عارف بالظبط هستخدمها ازاي وهحط فيها ايه وشكل الفك نفسه كبر. يعني حضرتك لو تلاحظ كده تحس ان الفك نفسه شكله عرض، على الرغم من ان العمليه دي كلها استغرقت قد ايه؟ شهرين ونص. فاذا عملنا تقويم خد شهر ونص، خدنا اسبوعين في علاج اللثه، وعملنا التركيبات بقى براحتنا، عملنا الاول مؤقت وبعدين عملنا الفاينل عشان نقدر نوصل لده. فهو اذا التشخيص السليم، ما هو الاجهزه دي موجوده عند الناس كلها اللي هم بيشتغلوا بالاجهزه دي، بس مين اللي هيقول هستخدم مين امتى؟ هو ده حجر الزاويه زي ما بيقولوا في التشخيص السليم. طيب هاخدك مع يعني في اسئله صريحه جدا، اسئله خطيره، تمام، اسئله مريعه، اسئله فظيعه. بجد هقول لك على اسئله النهارده في المتهم والجني والبريء هتبقى مفاجئه. تمام، فخلينا نروح للمتهم والجني والبريء. جاني، متهم، أم بريء؟ السؤال الأول، المنظومة الطبية أو المنطقة الطبية، حيث مكان طبي تعمل في طب الأسنان متبني القشرة التجميلية، أي حالة تدخل المركز ده يعملوا لهم قشرة تجميلية، هم شايفين إنها إيه؟ أسهل، هم متدربين عليها، يقول لك كل المشاكل حط لها القشرة التجميلية وخلاص. الكلام ده بيحصل. دول متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده يتضرب بالنار في ميدان عام. ده موجود بنسبه كام في الميه دلوقتي؟ كتير كتير كتير، يعني للاسف التجاره في الطب بقت كتيره. القشره التجميليه تحديدا سولت لمن لا يمتلكون قدرات كبيره، ما هو مش محتاج لا تحضير كبير ولا بتاع ولا حاجه. لا العكس، بالعكس، ما انا عارف، ما هو هو لا ده اللي في دماغي. يعني دكتور ايمن هقول لحضرتك على حاجه، يعني في تكه كده صغيره في موضوع القشره التجميليه ده بالذات، يمكن انا ما اتكلمتش فيها قبل كده. القشره عشان تتعمل
انا عندي السنه بتتكون من مكونين اساسيين العاج والمينا. كويس. البورسلان بتاع القشره اللي هو نص ملي ده عشان يمسك في سطح واحد من السطح الخارجي بس لازم يمسك في مينا. لو الدكتور شال من السنه ووصل للعاج هيحصل للمريض ده حساسيه رهيبه جدا، التهابات في الاعصاب وكل شويه هتقع. كويس. عشان حضرتك تحضر في المينا بس، المينا دي حجمها في يمكن عند اللثه 0.8 من الملي، يعني 8 من 10 من الملي. ده حجم صغير جدا. حضرتك لو استخدمت التولز العاديه او الادوات الطبيعيه بالعين المجرده انت في الحته دي بالذات كل ما هتيجي تحضر هتوصل للعاج، والحته دي هي اللي بتعمل حساسيه مع السخن والساعه، والحته دي هي اللي بتعمل التهابات عند اللثه، والحته دي اللي بتخلي التركيبه تفك، والحته دي اللي بتعمل لك الخط الاسود فوق القشر. فهي الحته دي هي الجنكشن او العلاقه ما بين اللثه وبين التركيبه، هي اهم حاجه في التركيبه. تعال نشوف بقى الوهم والشك واليقين. وشك ام يقين؟ العضة الغير سليمة تعيق عملية التجميل تماما وتبوظها وتهدها رأسا على عقب. يقين جدا، يقين جدا. وانا يعني انا بصراحة وانت بتحكي كده انا يعني بفتكر موقف يعني بضحك بشكل رهيب جدا. كان في احد البنوتة جايالي والله يعني سبحان الله انت بتخليه يعني عالم الاسنان ده في طب في كوميديا رهيبه فعلا يعني تلاقي او قسم البنات يعني. فجالي بنوته عندها العضه مفتوحه اللي هو اللي بيسموها الاوبن بايت. فالفك البريمولرز والاسنان ما فيش لامس غير دروس العقل ورا وكل الفك كان مفتوح. فراحت للدكتور قال لها ايه؟ قال لها اعمل لك تجميل. عمل ايه بقى سعادتك؟ مسك السنان الاماميه وقام مطولها عشان يقفل البتاع، طول السنه نفسها. بقت ثابت لايك. وقدام قافل وورا اسنانها ما بتقعدش على بعض. والمنظر تشوفه البنت حصل لها مشاكل في الفك. البنت اشعاعها تسلايد، مفيش بقى دراسه للعض ولا اوكلوجن ولا بايو ميكانكس ولا اي حاجه، ده يعني شغل نجاره. فقفل بتاع البنت مش عارفه تقفل سنانها على بعض، بنت عندها حصل لها مشاكل في الغضروف، ابتدت عندها مشاكل كتيره جدا وحولت حياتها لمأساه. ليه؟ من ان هي حاله اوبن بايت لحاله ديسلوكيشن وحاله مشاكل في الفك، وجايه بتدور يعني هي بتتكلم في التليفون على الكول سنتر بتقول لهم انا عايز دكتور فك. هي مش فاهمه يعني عندها مشاكل في الفك مش فاهمه. تقول لهم عندكم دكتور فك؟ انا مش عايز دكتور سنان، انا عايز دكتور فك. فقلت لهم طب هاتوها بس نشوفها، انا عايز اشوف. ما انا دايما بحب ايه يعني دايما لما دايما حتى بتكلم معاك في برنامج الدكتور بحب اشوف الخلفيه بتاعه المريض عشان افهم هو طالب الطلب ده لاي سبب. فقلت لها المشكله كده بفكي بيطرقع بعد ما رحت عملت اسناني. هي بالفكر بقى كده لا طالما انا عملت اسناني ودكتور السنان ما خدش باله من دي وحصل لي مشاكل فك يبقى مش عايز دكتور سنان، انا عايز دكتور فك. فطبعا فكينا العك ده كله وابتدينا نعالجها الاول، نقفل العض بالتقويم وحطينا اسنان بقى بشكل مظبوط، الفك استريح ورجع بقى زي الفل. فهو it's all about science it's all about العلم اللي احنا بندرسه علشان خاطر نقدر نوصل للنتائج المظبوطه. عايز اقول انه لازم اي دكتور سنان يتحمل مسؤوليه ان هو يتعامل مع المرضى بشكل مباشر في منظومه خاصه به هو او باسمه هو او حتى في منظومه الجامعه. لازم يتحمل انه مشاكل السنان بتكون مشاكل مزعجه ومؤلمه وبتخلي يعني صديقه عزيزه حصل لها مشكله فبتقول انا قعدت خميس وجمعه عادي على العمل المشكله يوميا ودي دعوتها مزعجه. يعني مسؤوليه كبيره. طبعا كالعاده مبدع للدكتور استاذ الدكتور شادي علي حسين في الناس الحلوه، خليكم دايما مع الناس الحلوه. الكوليرا، مرض الكوليرا من الامراض الوبائيه ومرض في منتهى الخطوره لانه مرض قد يودي بحياه الناس. ارتبط مرض الكوليرا بالحروب، يعني المكان الذي توجد فيه حرب
يتوقع ان تنتشر فيه الكوليرا. وهنا تبقى علامات استفهام مخيفه جدا، هل الكوليرا تنتشر نتيجه انخفاض مستوى المعيشي اثناء الحرب، انتشار فرص الاصابه بالكوليرا نتيجه انخفاض النظافه، انخفاض الرعايه الصحيه والظروف المتعلقه بالسانيتري كونديشن، بالصرف الصحي والنظافه والتطهير والى اخره، ام ان هناك علامه استفهام خطيره؟